طبعا بخلاف لما بيلعب اجواين او بيلعب اللاعب اجويرو. ادي امامنا هنا ميسي وسط الحصار دائما يبحث عن التسديد. يا ولد يا الكبير يعود من الباب الكبير، ميسي يسجل هدف تقدم، لكن الكوره عملت ريفلكشن غيرت اتجاهها. الكوره تحب ميسي والكل يحب ميسي، وميسي يسعد جماهير مندوزا بهدف اول للمنتخب.